أعلن رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني نور الدين بن براهم اليوم الثلاثاء على الانطلاق الرسمي للاستشارة الوطنية لصالح الجمعيات ومختلف فعاليات المجتمع المدني في الجزائر. بن براهم وخلال إشرافه على فعاليات منتدى المجتمع المدني للحوار والمواطنة والتنمية المحلية بولاية إليزية، أشار إلى أن الاستشارات الوطنية ستكون واسعة ومفتوحة حول 5 أولويات ومحاور تتعلق بالعمل الجمعوي وفعاليته من أجل إتاحة الفرصة للقادة أقول ومنتسبي فعاليات المجتمع المدني للمشاركة في تطوير وترقية أداء الجمعيات في الجزائر وتجسيد ديمقراطية تشاركية بمقاربات ابتكارية. قدرة في أنكم تتابعون عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي ما يحدث في كل دول العالم من تحديات أمنية، سياسية، اقتصادية، اجتماعية، علمية. لديكم القدرة من التحليل وربط ما يحدث في هذا العالم، ولكم التحية والتقدير على مواقفكم في ولاية إليزي، هذه الولاية الشامخة في الجزائر اللي هي ولاية حدودية ومكملة بهذا التنوع الجميل. أنا لبست اللباس تاع الدراعة هذه، وأنا يعني نحس بداخل أنني جزء من هذه العائلة وهذا التنوع. اللي كنت لابس قشابية في ولاية قالمة منذ أيام وولاية أخرى، هذا التنوع اللي شكل هذه اللحمة وشكل هذه الشخصية وهذا الانتماء ببعده القيمي، القيم اللي تجمعنا كجزائريين على تنوع ألواننا وأشكالنا وثقافاتنا، على انصهار هذه المكونات في بيان أول نوفمبر.